أحبائي الغالين، من دير مريمين العامر، النهاردة 1 فبراير 2021، ولقائنا مع أبونا المحبوب أبونا رفائيل أفامينا، أستاذنا وأبونا الروحي ومعلم للأجيال كلها. قدس أبونا، نحب نبتدي بطفولة قدسك. ارتباطك بربنا نفسه أو التدين بدأ مع قدسك إزاي؟ أنا عايز أقول بقى للعائلات القديمة، كان برضو العائلات اللي هي تبقى قريبة من ربنا والكنيسة بيقتنوا كل الكتب اللي تطلع في السوق. فإحنا نشأنا في بيت أولا في كتب الترانيم، كان اسمه الدر المنصور في متحف من النور، كان بيطلعوا من مدينة المحبة، ده في مدايح عن العذراء وحاجات تانية، وبرضو بعض الكتب اللي هي زي السنكسار، كتب زي التفاسير. فيعني أنا من صغرنا كان والدي يجي من الشغل نقعد بعد العشاء يفتحوا كتاب الترانيم ده بتاع العذراء، مدايحة كبيرة، يعني مدايحة من دول تاخد مثلا صفحتين ثلاثة، وفي مدايحة على آدم وحواء برضه على العذراء 22 صفحة اسمها مثال برضه، ممكن بتوع أسد مريوت منزلينها. فكنا بقى دايما بقى ايه، والدي يبتدي وماما برضه كانت متعلمة حلو، كان برضه تقول واحنا كأولاد نطلع كل ليلة، في إذا كان في بقى 50 نقول حاجة على 50، إذا كان مع الميلاد نقول حاجة على الميلاد، ما فيش حاجة خالص نقول على المدايح الموجودة في الكتاب ده. الكتاب ده قديم، يمكن بعض البيوت القديمة تكون موجودة فيه، لكن ما ظنيش المحبة تطبعه تاني، اسمه الدر المنصور في مدحه يعني، وكتب زكية تاني. وبعدين لما كبرنا شوية بقى، طبعا عايز أقول لك وقت الفراغ بتاعنا كان كبير، يعني لو لعبنا شوية شطرنج ولا حاجة زي كده مع إخواتنا في البيت، هتبص تلاقي برضو خلاص لعبنا ساعة ساعتين، ما فيش زي النهاردة ال 24 ساعة كلها على الكمبيوتر على التليفون المحمول، لا زمان كانت ساعة ساعتين طيب، ما اليوم طويل أروح المكتبة بقى ألاقي قصة قديسة، قصة قديسة أسحب وأفضل أقرأ، بحيث إنه يعني كان يمكن والدي كان عنده أكثر من 20 كتاب بهذه الطريقة، كان عنده تفاسير ليوحنا فهم الذهب على إنجيل يوحنا، عنده الدور السمين في مطح الدور السمين بتاع أمبسيوريس ابن المقفع، أيوه، وعظاته حلوة إنها بيتكلم عن التثليث والتوحيد، بيتكلم عن التناول، بيتكلم عن الصوم، بيتكلم على تفسير الهوس الاول، تفسير الهوس الثاني، يعني كتاب كان هو بيتباع في السوق بس قديم برضه. عايز اقول في صغرنا نقرا كل الكتب دي مش انا لوحدي، كل حتى وحسب السن، فلقينا كتر خير من العائلات اللي عملت كده بصراحه، سابت لنا الحاجات دي كلها في البيوت اللي كان زمان يعني برضه. وكان عايز اقول الكتب كان رخيصه، كان ممكن الواحد يشتري يعني، كان كتاب برشين ساغو ده، فيه كان في عواز اسمه اسكندر حنا في الجيل بتاعت الاربعينات، وانا والدينا كانوا كبار كانوا متجوزين، فكان يبيعوا الوعظه بتاعت امبارح بتعريفه 5 مللي مكتوب عليه 5 مللي، والوعظه الثانيه تيجي ثاني يوم يروح واخد الوعظه، كان بيوعظ يعني 15 يوم في كنيسه 7 ايام في كنيسه. فطلعنا بيوت كلها بهذه الطريقه تتحدث دائما عن الوعظات بتاعت اسكندر حنا ده الله يرحمه والكتب. فدي النشأة دي بصراحه يعني خليتنا احنا كنا متدينين يعني بدون تكلفه، يعني يا ريت كل بيت النهارده يبلغ اولاده الصغار، يعني هو كفايه عليه ساعه في اليوم او ساعتين في اليوم مع الجيمز اللي بيعملوها دي وبتاع، لكن لازم يقرا ولازم يعمل بحوث، ما انا هشغله يعمل لي بحث عن كذا تفسير ايه كذا، هات لي شوف هل دي الايه دي موجوده في كم انجيل، لازم اعمل كده مع الولاد يعني. طب ما كانش لسه مدرسة الاحد يا ابو يعني؟ لا كان في مدرسة، كان في، وكنتوا بتروحوا كنيسة ايه ساعتها؟ مرجرز جزيرة بدران. حلو قوي يعني، صدقني كان في سليمان نسيم الله يرحمه، ايوه، يعني ما عشرتش بابا شو لما كان بيروح، هو كان في امان تونس اكتر، ايوه، لكن كان بيجي جزيرة بدران شوية بس، يعني عايز اقول لك صدقني ده قولت انا في وعظات قبل كده في واحد اسمه شوقي فهيم، فهو شوقي فهيم ده يعني الله يرحم نفسه طبعا، ده كان شوف كان بيدرسنا في مدرسه احد في الخمسينات، يمكن ميت اثنين يمكن السنه دي ولا السنه اللي فاتت، فكان كويس كنت انبسط كل ما اشوفه انبسط، وكانوا كان ناس جد جد فوق ما تتصور، يا ناس يعني ما كانوش زي الخدام اللي مجيبهم عشان نحطهم عشان هم يتعلموا، لا هم كانوا برضه شخصيات دينيه جدا متدينه ومؤدبه، لبسها نفسه في حشمه في ادب، لما تحصل دوشه في الفصل والعيال اي فصل يفضلوا واقفين كده ساكت، ها خلصتوا نبتدي بقى، بيقول ادب وذوق كده بس يكشفنا. طب امتى قدسك اتعرفت بالبابا كيرلس؟ البابا كيرلس نفسه يعني هو كان ليه العيله بتاعتنا
كان في لنا قرايب ساكنين جنب كنيسة مريمية مصر القديمة على طول. والقرايب دول من زمان قوي ساكنين، يعني بيقال انه ان بابا كريس ما نزل سنة 36 على الطاحونة وبعد كده نزل 41 على مصر القديمة. عايز اقول لك ان ليا خال امي سنة 18 واخد الابتدائية من البيت ده اللي بيقول لك جنب الكنيسة. البيت لغاية دلوقتي موجود على سكة حديد. يعني فيلا بدورين بس مش قادرين يهدوها ولا يعملوا فيها حاجة، بتتأجر من الأوراس وكده لأنه طلع في التنظيم. فهي موجودة يعني عندك على الناصية اللي قدام على سكة حديد طول في حارة في أفيلا على الناصية. دي كانت بتاع لما يكون جدودنا طلع الساعة 18 واخد الابتدائية من البيت ده. فبعد كده بقى احنا بقى كنا برضو قريبين منه في مصر القديمة وكده برضو. لكن انا سكنت عنده بعد في بيت الطلبة بقى، كان والدتنا توفت واخواتي كانوا اطفال وابويا كان في دمنهور مش في مصر، يعني كان في التنقلات بتاعة الحكومة كده. فجدنا بتاع اسكندرية قال انا اخد العيال اربيهم، فضلت انا واخويا لوحدنا في الشقة ثلاث اوض واسعة. قال لي اشوفلكم بقى حاجة تتلموا فيها. فروحنا عند بيت الطلبة بتاع بابا كرولوس. كان امتى؟ سنة كام يا ابويا؟ احنا روحنا سنة 61، بس هو قبل كده كنا برضه قريبين منه خالص برضه. يعني كنت قدسك تروح تزوره في الطاحونة في لا في مصر القديمة تحت في مصر القديمة مع القرايب وكده قبل ما تسكن في بيت الطلب. بيت الطلب 61، وهو كان يجي لنا في مصر القديمة شهريا، لازم كل شهر يجي الساعة حوالي 4:30 5 الصبح يعمل التسبيحة ويعمل مزامير ويعمل بخور ويعمل القداس ويطلع يقعد في الأوضة بتاعته اللي فوق اللي كان قاعد فيها لغايه الساعه 4 بعد الظهر. وبعد 4 بعد انا بقى كنت اروح في بيت الطالب اللي كنت انا فيه، وهو كان يقعد في بيت بتاعه هو، واخوه كان ساكن في الشريحه الثانيه اللي قصاد الكنيسه. فكان بقى نروح بقى نقعد الساعه 4 نمشي نروح نخش بقى على الكادريه بتاعه كره بين نعمل العشيه بقى. فكان كل شهر يجي لنا مره، ففضل قريب مننا حتى من 61 لغايه ما خدني 65، قريب جدا قريب جدا منه. كان يسأل علينا وعارفين إيه. لكن الواد الصغير عمل ايه، الواد الكبير عمل ايه، دايما يسأل عليه في تليفوناته كده. طب قدسكم اعترفت عند ابونا مينا ولا عند البابا كرولوس يعني؟ لا ولا هذا ولا ذاك بصراحه. انا اعترفت على البابا كرولوس بعد ما اشتغلت عنده مره واحده، قلت مش هعترف تاني. اقول لك ليه لانه طبعا انا معترف على رئيسي وانا زعلان منه. اقول له ايه؟ يبقى لازم الواحد يكون حكيم في الحته دي. يعني انا دايما بقول للناس كونوا حكمه ما تعترفوش على رؤساء الاديورة ولو رسائل الاماكن، ما دي هتديك نفاق، مش هتقول له كل حاجه. لكن لو اعترف على واحد قريب تقدر تقول له كل صغير يقول لك لا خلي بالك ما صحش كده. فانا كنت اعترفت عنده مره ونصحني نصائح حلوه كل حاجه، بس قلت خلاص بقى. فسابني ما اقول شهرين. بعد شهرين قال لي جيت اتناول، تعترف عند مين؟ بعترف عند ابونا فلان. قال له ده خليك معاه ده كويس جدا. فلان ده ترسم اسقف، وكان معانا في البطرخانه. ساب بعد ما ترسم اسقف بشهر، تعترف عند مين؟ قلت له بعترف عند فلان ترسم اسقف. اخر واحد بقى اللي هو كان متجوز ابونا قرقس بشاره، كان في قنا واتنقل بعد ما كانش يترسم على قنا، جه عندنا البطرخانه كلوت بيه وكان متجوز مخلف. فقلت له لقيت ابونا قرقس ده انسان وقور جدا وطيب جدا ويسمع كتير، قلت له بعترف عند ابونا قرقس قلت بشاره. قال لي خليك معايا يا ابني، ما فيش يوم من الايام قال لي ما تعترفش عندي ليه؟ ولا ضغط نفسي ورضقت بالكلام، لا يا ابني خليك معادك كويس جدا، بس بيطمن ان انا بعترف. ايوه فدي عبرت. انا بقول دايما نصيحتي ان هو يا جماعه كان رئيس الدير بيضغط عليك عشان تعترف عنده، هتبقى مرائي خلاص، هتقول له اي كلام والباقي لازم تقوله عند حد ثاني. انا رايي كده بصراحه، انا بقول بصراحه. يبقى المفروض رؤساء الاديوره ورؤساء الناس الكبار زي كده لا ما يجبروش الناس يعترف عندهم، يقول يا ابني بص انا عايز تعترف، اطمني انت بتعترف خلاص اطمني. طيب قدسكم احكي لنا حكاية تكريس قدسك، يعني ابتدى التكريس معاك ازاي؟ صدقني انا اقول لك، انا يعني تربيتنا الدينية تخليك انت قابل للجواز وقابل للرهبنة. يعني التربية الدينية دايما بتخلي الواحد بتطلب ارادة ربنا، وكمان ما بتحددش نفسها المستقبل، لكن سايبه عام. فهو بقى هو جه ما شغلني عنده. انا اتخرجت من كلية حقوق سنة 64، وشوف بقى الايام دي كانت الايام دي. قدمت في حاجة اسمها القوى العاملة، قدمت في مكتب العمل، قدمت كده على طول في الإذاعة والتلفزيون، كان عايزين موظفين. المهم انا رحت عند سيدنا بابا كرولس في يناير، وكان جاي من الدير ورايح اثيوبيا، يبقى ده قبل عيد الغطاس، لانه بعد عيد ميلاده باسبوع تقريبا، لانه عمل الغطاس هناك.
فسلمت عليه وسلم عليه. سيدنا يعني في ثلاث شغلات قدمت فيهم سيدنا يعني لو سمحت بقى شوف لي شوف لي. قال قررت خلصت خلاص مرمين سبتك شغلانة حلوة. ايش انا ده ايه هي؟ قال لي مشيت. بعد ما جيت بقى من اثيوبيا بقى رحت تاني وبعدين قال لي بعت لي الفراش بتاع البطرخانة قال لي بابا كلوس عايزك هات البيجامة بتاعتك والتوني. رحت عنده لقيت نفسي هيشغلني عنده تلميذ. فقال لي بص تعال اشتغل معي شوية عبال ما اشوف لك غيرك. الكلمة دي قالها لما مينة برضه وقالها اللي بعدية دايما بشوف بحكمته. قلت تعال اشتغل عندي وخلاص. لا كان عجيب قوي تعال اشتغل عندي لغاية ما اشوف غيرك. طب اتمنى اشتغل عندك. اشتغلت عنده بقى برضه. عايز اقول لكم حاجه حلوه ان هو الراجل كان عجيب قوي برضه. قال لي زميلك بياخد كام بره؟ قلت له زميلي بياخد 20 جنيه بس ال 20 جنيه بتخصم منها ضرايب تبقى 17. قال لي هديك 20 جنيه. واداني 20 جنيه كل شهر لغايه ما اتربت. يعني عملنا عايز اقول لك يعني انا بشتغل عندك كشماس وخادم بطرك عظيم بتاع ماهيتي ايه بتاعي. لا لا لازم تكون شبعان. ده عايز اقول لك اكتر من كده اللي بياخدوا 20 جنيه بره خلاص. احنا كان بيدينا 15 جنيه كل سنه لبس فوق ال 20 جنيه كل شهر يعني في ساعه كان بيبسط لنا قوي في الفتره. حلو خالص. بعد كده بقى طبعا هو شغلني عنده قعدت معاه قرب الخمس سنين. فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل. هو جربني اول ما جه بايه اول ما سالت عنده قال لي ايه؟ قال لي بتاخد كام انت يا ابني؟ قلت له باخد 20 جنيه. ليك عندك اخت عايز تتجوز؟ قلت له اه. قال لي اديها 5 جنيه كل شهر. قلت له حاضر. بقيت اديها 5 جنيه كل شهر. لا والباقي تعمل فيه ايه؟ اصرف على قد ما تقدر والباقي تحط في البوسطه. قلت له عشان البوسطه. قال عشان تحوش لما تتجوز. قلت له انا ما فكرتش في الجواز ولا ربنا. قال لي بس اسمع كلام. قلت له ما سمعتش. ما حطيتش حاجه يا ميمو اتربيت ما كانش معقول مليم. قال لي نعم اتربيت. قلت اسف او لا مش عرفنا ما يحصل ربنا يحل ربنا. بس شوف هو ايه؟ ده امتحان بقى عشان يا ابني يجوزك تحوش. قلت له انا ما فكرتش عايز كده برضه ده امتحان. ده اول ما اشتغلت عنده. فضلت بالشكل ده بقى الخمس سنين كلها. يعني عايز اقول لك برضه تعلقت بيه جدا 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 روحيا. يعني وجدت يعني اذا كان هذا الطريق بتاع الرهبان احنا بنقراه في مستوى الرهبان موجود في الراجل ده. يعني بصراحه انا كان مالي مخي جدا 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 جدا. فلما جه يقول لي ما جه انا في الدير بقى وبعدين كنت جاي من مشوار ما اعرفش كان بعتني عشان اجيب دقيق للدير وحاجه كده فنايم في الاوضه. فسمعت انه امبامينا بتاعنا رئيس الدير بيكلم يوسف جيرس السكرتير بيقول لي مش هتكتب التزكيه بقى؟ قال له انا قلت سيدنا مش دلوقتي مش دلوقتي. قال لي لازم تعملها. قلت ايه تزكيه ومش تزكيه ولازم مش لازم ايه ده؟ ده في على مين التزكيه دي؟ ابونا مين ماشي صحيح تقول ايه يا عم يوسف؟ قال لي ماليش دعوه انا عملت سيدنا ده لسه صغير ما استنى شويه. قلت له ايه تزكيه ايه؟ قال لي يعني يسموك رايح بكره. ولا حد قال لي. فرحت طالع عند سيدنا انت على السلام وكسيه السلام والنعم. انت خلاص سيدنا زهقت مني عايز ترابني؟ قال لي يا ابن ربنا ارشدني. ربنا ارشدك واحد بيقول لي ربنا ارشدني اقول له ايه؟ انت خلاص سيدنا تحت امرك. انت خايف؟ خايف من ايه؟ لا مش خايف يا سيدنا. لا ربنا يكون معاك. حاضر. فقلت شوف شوف لا عايز اقول لك حاجه هو جربني في الاول ولقاني لغايه ما جه ربنا ماشي حاجه ما اتغيرتش السكه بتاعتي وما طلبتش شيء معين كده. يعني هو ما دام بيقول لي ربنا ارشدني طب انا اقول ايه بعد كده؟ مرة سمعت من قدسكم ان حصل مرة زعلة بين قدسكم وقداسة البابا كيرلس. طبعا عايز اقول لكم برضه يا ناس برضه ما العيشة المشتركة فيها كل حاجة. فيها كل حاجة فازاي الواحد بقى يعني يطول باله ازاي وغد. هي أول واحدة كانت إيه بقى؟ كنت أنا في الدير هنا وبعدين هو بابا كيرلس دخل الكنيسة وأنا ما دخلتش نايم أنا نايم متأخر مش فاكر عمل. فجي واحد بيصحيني ويقول البطل في الكنيسه وانت نايم واحد من الزوار. فقلت له مش شغلك الراديو يكون كده لازم يكون كده. المهم صحيت دخلت جوه وبعدين ما كان باكس ما كانش حد بيصلي معايا اثنين رهبان ولا بتاع. المهم انا مسكت الحمل وهو هيرشم الحمل. قال لي مش شغلك بشغل مين؟ قلت له ايه ده؟ بسرعه قالها لك. زعلت جدا بقى فوق يعني خبر ابيض كبرت معايا. كان بقى لي قد ايه بقى شوف انا جيت اشتغلت في يناير الكلام ده كان ليله عيد الملك رفائيل في سبتمبر يعني حوالي كام شهر؟ 7 اشهر او 6 اشهر او 8 اشهر عشيه وقداس ومزامير وعايز قهوه عايز اي حاجه.
ولا ابتسامه ولا يعني زي ما بتقول يعني كبرت معي قوي، كبرت معي خالص. فعدت يوم واثنين وثلاثه وانا ساعتها برضو كنت ماسك القاروره بقى، ما كنت بقول لك الدير ما فيهوش حد يعني، قداس بابا كريسكو ما فيش حد، ده في صوره ليا وانا بصلي معاه، الحيه مسنوده على المذبح، الحيه مسنوده على المذبح وانا واقف جنبه، يبقى مين ماسك الحيه دي؟ ما فيش حد، يبقى قداس كان في مين؟ انا وهو بس. ما الحيه مسنوده كده، في صوره كده، قلت للعيال كبروها لنا شويه، تتقطع شويه يا اخي. بس كده قلت انا طالع بره بقى كده. صدقني في اليوم ده كنت عايز امشي يعني، قلت خلاص كفايه علي، خدت بركته يعني، فكرت كل الافكار اللي كل الافكار اللي في مخك، انا ايه اللي جبني في حته كلها زعيق وكلها خبص كلها ايه ده، وانا ايه اللي جبني على كده؟ فوقفت على جنب بقى، جاي هو بيبخر، المفروض انا ما امسك الحيه قدامه، ما مسكتش الحيه يظهر، وقعد يبخر لوحده، وقفت على جنب المسبح اللي جنب كده، راح هو ما مش بلف قدام، راح جاي لغايه عندي، قلت له انا مش متكبر، انا ببعد عن الشر. قال لي خلاص خلاص انا فهمت كل حاجه، خلاص تعال امسك الحاجه بسرعه. مسكت الحاجه، قلت له بالكنيسه، جاب قربانه واداها للواد، قال له خد سلمى، هو كان من اصدقاء بابا كريس جدا، خدها دي ادي لابوك وامك، اداها لابوه وامه. طب انا خليني بكره سيدنا، قال لا لا روح النهارده ادي قربانه، طب سيدنا خليني بكره، لا لا لا، كان في الاجازه الصيفيه ساعتها، ما سبتمبر يبقى اجازه صيفيه. بس بعد ما اداها وهو واقف جنبي كده، ما في دير فاضي، بساط يا سيدي ادينا مشينا لك الوقت. يا خبر يعني كان بيصالح قدسك يعني. يا بني ايه بني ايه الحلاوه دي؟ يا سيدي بعدين يقول لي وضع شويه يعني اللغه صعبه، لكن لا ما يقدرش يعمل اكتر من كده، وما يقدرش يعمل اقل من كده، هو ده بطرك رئيس كنيسه برضه. الثانيه بقى ايه برضه بعد سنتين يمكن، ما اعرفش شك فيا وزعق لي، ما زعليش ما اعرفش مش فاكر بقى، مش فاكر بقى كويس، الواحد بيفتكر ايه الاطار. فانا قلت هات كفايه عليا سنتين، اشكر ربنا كل الناس بتسلم وتمشي، انا خلاص بقى خلاص بقى الكلام ده بعد القداس. بس كنت بتحبه قوي يا ابويا. يا ابونا مش بحبه، بحترمه بحبه، عشان كده مش عايز غضبه في الاولى، امشي احسن، لان ما امشي انا ما انا واخد رضاه، انا مش عايز غضبه، انا امشي احسن. المهم يعني انا كنت عندي كم سنه؟ عندي كان 22 سنة هذا. يوم اشتغلت عنده 22 يعني طفل يعني برضه. فالوقت بقى كده ايه؟ 9 ساعات الصبح ضرب الجرس دخلت لهم. فما يخش لي يعمل لي قهوة، يعمل لي ايده كده بتاع. ويعنيه على عيني انا. ما عملهاش قبل كده. وعملت قلت هو مش مهم، بص زي ما أنت عايز. الساعة 12 الدور ضرب الجرس، في بقى حد بره يا ابني؟ قلت له في ناس بره، هاتهم يا ابني. برضه العين على العين بتاعت، قلت مش مهم. الساعة نازل عشية الساعة 5 نازل يبص الناس كلها يبص على عيني انا. قلت مش مهم. كل ده العين دي معناها ايه؟ انا فاهم ليه تعمله يعني، اصل واحد بيبص في عينك من غير كلام خالص، لا انا فاهم كل حاجه. المهم ابتدى هو ينزل على السلم عشان يعمل عشاء الساعه 5، وهو نازل على السلم، انت عارف السلم بتاعنا بطرخانه كله حديد يعني يبين اللي تحت. فليه واحد بيصرخ والناس بتجري وبتمسك في واحد بتجري، والواد ده طويل قوي وضخم. بس انه وقف كده، في ايه يا ابني؟ تفاد عليه عفريت. خلي بالك الكلمه دي برضه فيها نوع من الاستهتار او نوع من الزعل او كبت، او في واحد عليه شيطان. قال له عفريت عفريت عفريت، بيكررها ليه برضه؟ مش عاجباه برضه، مش عاجباه برضه، عايز اقول لك الصراحه. ابتدى ينزل خطوه خطوه خطوه، كان نزوله بهدوء قوي يعني، حتى مشوا بهدوء قوي يعني. فضل نازل خطوه خطوه لغايه ما نزل تحت خالص، وانا نازل وراه، لان الواد ده اترمى على الارض زي حته خشب وبقى متشنك. بابا كريس ما كانش شايف كده، ما سمع كده هي قال لك ما فيش حاجه، الواحد مرمي في الارض. فراح شده من ايده كده، قوم يا ابني في حاجه يا ابني، في حاجه يا ابني. انا مش عارف ايه اللي جابني هنا سيدنا، جابك ايه؟ جابتك رجليك يا ابني. تمام انت تعترف عند مين؟ اعترف وتعالى تناول معانا بكره يا ابني. خلاص. والناس بقى بره كده حوالين الواد وبص لي كده، يعني ايه البصه دي بقى؟ عباره عن ايه بقى؟ ادي يا ابني بص، شفت ربنا بيعمل معايا ايه؟ انت مش عايز تحتملني؟ انت بتحتملني عشان المعجزات، انت بتحتملني عشان انت شايفه. شوف الادب. انا هو فتح سوق وانا فتح سوق، قعدت اعيط، دخلت كيس عمال اعيط. طب هو بقى لو شوف بقى النار بيعمل ايه؟ ده متعودين كنا نخش نسجد
اي شمس يخش يسجد وانا من ضمن وسلم عليه. عمل لي كده. طب فين هناك اللي كانت طول النهار بتبص لي عليه؟ عمل لي ايده كده. يا معلم ابوس غلط. وطلعنا فوق شربنا القهوه وكملنا سنتين ثلاثه بعد كده. بس حاجه طرق عجيبه عجيبه. الراجل ده كان عجيب برضه يعني يقرا لفوقك ويعالجك بطرق مش بطرقه هو برضه يعني. الربنا اللي عمل المعجزه دي مش بطرقه هو برضه, بطرق ربنا برضه. الثالثه بقى بقى ايه برضه ده اربعه حتى صدقني. الثالثه بقى ايه؟ وصل له كلام اللي انا قلته فجاي حق معايا. انت قلت كذا كذا كذا. قلت له قلت. قال لي ليه يا ابني؟ انا مش قايل لك ما اشتغلت معايا ان كل كلمه هتقولها تتسب لي؟ قلت له قلت لي. طب بتقول ليه؟ قلت له بتضحك مني. قال الله يحلك. بعدين قلت له طب بقول لك يا سيدنا, طب ما انا دلوقتي سببت لك احراج لا 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 ما فيش حاجه سيدنا, بس انا شاعر نعم. قال ما فيش حاجه بس يا سيدنا انا شاعر نعم. انا عايز اقول طب خلاص ما تعملش كده تاني. او قال له طب انا عايز امشي. قال ايه اللي سببني احراج تاني كل شويه كده ليه؟ ما في خلاص. قالني بص بقول لك حاجه. قلت له نعم. قال لي روح قدس نطق على بوقك وهينفذ كل اللي قلته. ايه رايك بقى؟ قلت ايه ده؟ روح قدس نطق على فمي واقول له عايز امشي. ما بقول له بيقول لي الله يحلك. قول له سيدنا انا شاعر عملت لك حركه. قال لي ما فيش حركه. طب بقول لك ايه؟ روح قدس نطق على فمي هيعمل لك اللي انت قلته هيعمله. شوف شوف الطريقه بتاعته. انا وقعدت بعد كده ثاني سنه بعديها سنه او اكثر. طب الاخيره بقى دي بقى الاخيره دي بقى برضه قصه. انا رحت اسكندريه طبعا كان بقى لي اربع سنين وشويه او قربت على خمسه. فبقى يعني انا حطيت في مخي ان ممكن المره دي اترهبن. يعني ده شعور داخلي ان المره دي خمس سنين ام بامين قعد خمس سنين وترهبن. انا قربت على خمس سنين لازم هيرهبني المره دي. ده مخي بيقول لي كده. فيظهر برضو العيال كلهم اللي حواليا شاموا ريحه زي كده بتوع البطرخانه. فجه واحد بابا كويس كان في اسكندريه, كنا في اسكندريه ساعتها وعنده انفلونزا الكحه. ف هتعمل عشاء النهارده؟ لا مش هنزل عشاء يا ابني. وقفل. جه واحد من مصر من الضيوف الكبار اللي يحبوا سيدنا وسيدنا يحبوه. وفضل قاعد من الساعه 6 عشان قبل عشان ينزل مصر تاني لما وصلنا الساعه 9. المهم قاعد عشان قبل سيدنا, سيدنا مش عايز يفتح. فكان اخو بابا كريس وصل كان محاسب. جه يقعد معايا برا عشان يسلم ايه الاخبار وبتاع. قلت له سيدنا ما تزهقش عشاء النهارده عشان تعبان. قال هاتوا لي على التليفون. جبته كان في التليفون بنافله كده. هي هتعمل ايه؟ هنشوفك ولا مش هنشوفك؟ لا انا تعبان النهارده مثلا. طب ابنك جاي من مصر وهيشوفك. هتقول على التليفون. قال لي سيدنا لو ما طلعتش هيجيب لك مصر بكره كلها. يقول لك بطرك ما شفتش بطرك ساعه هيجي لك مصر. انت موافق كده؟ لا مش موافق. طب اطلع له حاجه اطلع لك. راح طلع لنا وكان عيان ساعتها. المهم سيدنا دخلوا قعدوا مع بعض هو واخو بابا كريس ثلاث اربع دقائق خمس دقائق ما اعرفش. بعد كده ضرب الجرس دخلت له لقيت ان الحياه دي كده اخوه والراجل بتاع مصر وانا قال لي هو فين؟ قلت له حاضر. المره دي برضه كنت عايز امشي بس شوف بس ربنا بيعمل ايه يا اولاد برضه. فقال لي خد فلان الشماس وقف على باب البطرخانه وقال يوم رفيق تراب ان فيش كلب من الكلاب دي هتخش البطرخانه وشاور على فلان وفلان فلان اللي هو الراجل ده شاور فلان فلان. قلت له قال قدامك؟ قلت له قال لي قدام. واحد بيقول كده طب انا يعني اقول لسيدنا؟ قال طب ما يقول اللي عايزه. قال بعدين احنا نتفاهم مع بعض نستلح من اشتم ويشتمني ما توصلش لسيدنا. لكن الواد ده جاي بقى فضح الدنيا. قال لي قلت انا. قلت له طب يا بعدين بص لي قال لي ايه؟ انت ليه ما قلتليش؟ قلت له عشان كلام عيال. لازم اعرف كل حاجه في البطرخانه. قلت له مش لازم تعرف كل حاجه في البطرخانه. قال لي يعني هو بقى الواد ده كان مزعلني جدا وعامل معايا حركات. قلت له عشان راح يقول لك كذا كذا وصدقته وقعدت ازعله قدام الناس. قال لي سامحني يا ابني. قلت له لا سامحك. قلت لسيدنا البابا ها؟ سامحك. قدسك قلت للبابا كده. سامحني اقول له ايه؟ ما الراجل بتاع الله سامحك. حلينا سيدنا عمل بايده يطلع. وقعد بقى يكلمهم بقى انا صابر ومش صابر وبتاع. فعايز اقول برضه يعني كل حركاتنا كانت عباره عن زي ما بقول لك راجل ومراته، راجل واولاده، راجل واحفاده. وفي خناقه. طب طول بالك. هنقول لكم حاجه حلوه برضه بالنسبه لحاجه زي كده برضه اوريك العشره برضه مع الراجل ده ازاي بقى. راجل ومراته او راجل او ست وولادها او الاقرى بيقول يا ست قومي اعملي كوبايه شاي. فازي خمس دقايق 10 دقايق ما جابتش يعمل ايه؟ بيت ده فوضى يروح ننزل على القهوه يشرب شاي. بيحصل في كل البيوت كده؟ ايوه بيحصل. طب هو اللي كان بقى شو مرتين وبعد كده خلاص ما اتكررتش تاني. الساعه 12 الدور يعمل لي كده.
ده الشاي لو عمل كده يبقى القهوة بإيده ما يفتحش يعمل كده يعرف يجيب القهوة، لو عمل كده يكون الشاي. طبعا الساعة 12 دي يا ابونا لما تطلع زوار جت ده عايز حاجة وده عايز حاجة وده عايز حاجة، أنسى قد إيه؟ ساعة ساعة. وبعد كده يضرب جرس تاني ده قال لي شاي من ساعة، وديع وديع خش وديع الفراش التاني، يا عم خش ده مش معادك، ده معادك أنت يا عم خش، الراجل بيضرب قال لي على شاي من ساعة ونسيته، قاعد ينسى بطرك بتوع نسيته، فين الشاي يا ابني؟ الأستاذ رفيق لسه قايل دلوقتي يا ابني معلش. بعد شهرين ثلاثة كررت نفس الطريقة، خش وديع خش وديع، قال لي على شاي ونسيته، يرفع ما تعملش كده بتعمل كده، خش فين الشاي يا ابني؟ ما مش عايز يطلع بره ويقابل الشعب غير ما يشرب الشاي، يا صداع بتاع. بعد ما طلع عمل الشاي وطلع، قلت له سيدنا ما زعل؟ قال لك ايه؟ قال بيقول لك كف عونك اخوي. قلت له يعني بيقول لي فين الشاي؟ قلت له الاستاذ رفيق لسه قال لي كف عونه يا ابني. كف عونه ايه؟ قال ساعه ساعه عايز اندرسوها معايا بقى ساعه، انا مش بتكلم من خمس دقائق اللي هي الساعه او دقيقتين، في دقيقتين تسميهم ساعه، لا ساعه عن ساعه بون. يعني من 11 ونص ل 12 ونص مثلا الساعه دي بيقول فيها ايه بون؟ فين الشاي؟ فين الشاي؟ فين الشاي؟ قال لا يكون في عونه ما عنده شغله، الناس شغلوه بره ساعه يا بون، ساعه بيلتمس عذر لفراش عنده لو داس يجي له الشاي من امريكا مش بيقول من البطرخانه من جوه من المطبخ اللي جنبي. ايوه طب الراجل بيتكلم مع مراته، الواد يعمل كده مع امه، الواد بيقول ده من امه اديني شاي بيذاكر حضرته، ما عملش بيت فوضى فوضى اهو دي، قام امي اعمل انت، امك كانت تقول فاضي لك تعمل، مش ده كلام بيتعمل في البيوت الناس. فالراجل ده عشان كده بيقول لك يتحب فوق ما تصور، انت بتبقى مأسور بهذا التواضع العجيب، بس عايز اقول هو بيعمل ايه في الساعه؟ بيعمل ايه بيفكر بيقول فيها ايه؟ طب بمناسبه التواضع يا ابويا، يعني قداسة البابا كيرلس السنوات اللي قعدها كان في حرب كتير عليه وإهانات كتير، إيه موقفه؟ احكي لنا شوية عن الإهانات اللي تعرض ليها وموقفه الروحي. بس عايز أقول حاجة برضه، الكلام ده أنا سجلته قبل كده وموجود في كتاب مذكراتي نمرة واحد. أيوة. بس أقولها لكم حتى الكتاب ما فيهوش صوت وصورة يعني. أيوة. يعني أنا صراحة أنا ساكن في شبرا، كنا ساكنين في أول شبرا جزيرة بدران، وكنا طبعا بنكبر لغايه ما رحنا مصر قديم، كان في من نشرات بتتوزع على باب الكنائس في شتيمه في بكروس، ما كانش اهتم ان ناخد ولا نشر ولا بتاع، بس قريت نشره من الرادي بعد نياحته عند اخوه بتاع اسكندريه، صدقني ما اديتش كام ربعها من قله الادب اللي فيها. النشرات دي كانت تطلع كل اسبوع لمده سنه ونص، نشرات شتيمه توزع على باب الكنائس، بتتبع بحاجه اسمها رانيو، عارفين رانيو اللي هو بيبقى دايره كده، دايره واحده يلفها تطبعه. انا ما اعرفش الحكايه دي. ابونا متى سويرس الله يرحمه ناحي نفسه ده كان في جيوشي. ايوه هو اللي حكى لي، قال لي انت قاعد مع بطل القديس، قلت له ما انا عارف. قال لي ما تعرفش عنه حاجه، قلت له عارف عنه، عارف عنه القديس. قال لا احكي لك انا، ده ابونا متى نفسه، انا مش عايز سمعتها من بره. قال لي شوف، اول ما جه بطرك شتمنا فيه سنه ونص، كل اسبوع نعمل شتيمه ونوزع بيت الكنايس بتاع فلوس وبتاع سحر وبتاع مزامير وبتاع دجل وبتاع. وبعدين في ليلة من الليالي كانوا 12 واحد في شبرا، مش عاوز 12 16 من أكبر أسس شبرا، وكل أسس دي يعتبر كبطاركة في كنائسهم، يعني بطاركة يعني هم. لو واحد جاء بقى امنع الأطباق مش عارف تعمل قداس كل يوم، قداس يطلع من الساعة 3 ل 5، قال لك إيه ده هيجننا، ما كل ده ما كانش موجود أيامهم. أيوه بس قال لي قعدت نكتب، ومكنة اتكسر أصلحها لهم، مكنة اتكسر تصلحها لهم، قلت لا رغدة في سر، انا هبطل عم شتيمه خلاص كفايه، وكان ساعه واحده بالليل الكلام ده، خلاص انا اروح بكره اقول له اختي تحلني. قال له روح يا عم احنا ما جعوا بيك. ثاني يوم راح هو الابونا متى بيقول لي كده، سكت اختي تحلني يا سيدنا. قال ايه يا ابني؟ قال له يعني شويه شتايم. شتايم بس؟ قال له في ايه تاني؟ قال له نشرات كل اسبوع، انت عارف كده يا سيدنا؟ طبعا. وايه تاني؟ والساعه واحده بالليل لغايه الساعه 1 كل يوم، الثاني عندك في بيتك ويعرف كل ده، عارف اكتر من كده بس مش عايز اقول لك. طب حل لنا يا سيدنا. الله يحلك يا من قلبك يا سيدنا. من قلبي يا ابني. اجيب اخواتي؟ هات اخواتك. جاب كل الاسس بقى ثاني يوم اصطلحوا ولا حاجه. طب فين الرد يا ناس؟ طب كل نشره من دول بيقراها بيقول ايه؟ في بعد قصه بقى مع ابونا بشوي كامل، هو نفس ابونا بشوي اللي حكى لي برضه، اشكر ربنا ان انا عشرت الناس. قال لي بابا كرولس جه في يوم من الايام
وبعدين قال لي ايه واحد اسمه كذا مش فاكر اسمه كذا، هنقول مثلا اسمه كريم مثلا، تخلي كريم ده الأربني بتاعك يوزع النشرات بتاعت الشتيمة على كل كنائس اسكندرية. قال لي أنا مراعي سيدنا، أنا مراعي سيدنا. قال في إيه؟ قال أنا مش مراعي سيدنا، أجيب الفراش بتاعي يوزع عشان النشرات في الشتيمة فيك أنت سيدنا. قال له ما هو الناس قالوا لي كده. قال أبونا مش بقول له ما نمتش طول الليل، قعد جبت الراجل قعدت أقرر فيه. أنت بتعمل يا سي أبونا أنا ما بطلعش من الكنيسة، يا أنت اللي بتعمل، ما سيدنا ما بيكذبش. الراجل ما نامش الآخر قعد يرفع الكنايس. ده هو لغايه ما عرف ان في واحد بيجي من مصر بنفس الاسم ويقعد على القهوه قدام كنيسه العذراء في قريه العنب هو بيوزع النشرات دي. راح تاني يوم جري على سيدنا، خلاص سيدنا انا عرفت ان مين اللي بيوزع. قال له الراجل ده نفس الشاب بالاسم بيقعد قدام كنيسه العذراء في قريه العنب. قال له كل اللي عملته قال له ما انا ما نمتش طول الليل. حقك على يا ابني، سامحني يا ابني، سامحني يا ابني، سامح مين يا رب عشان تعبه، ما تعبته طول الليل ما نمتش طول الليل. ده حكى لي ابونا بنفسه برضه. أيوة. بس طب هو فين في الوقت ده ابونا في الشتيمه اللي كلها؟ سنة ونص يا ناس بتشتم. ده غير يا ابويا الحاجات اللي كانت بتيجي من الصحافة يا ابويا. لا الصحافة دي بعد ما دي سنة ونص أو مدرسة. ايوه. بقى ابتدت جريدة مصر عملت له يعني جريدة كلها عليه. كان يوم رسامته 10 مايو. يبقى 10 مايو سنة 60 يبقى كان بقاله سنة. المجلة كلها عليه هو، كلها حلوة جدا. الزهر راح أنا ده اعتقادي، راح طلبوا مني فلوس ما رضيش اديهم. انا ما اديش لحد يعني انا جريده تتباع، كان اديك فلوس عشان تشكرني او تشتم، لا مش هديك لا دي ولا دي. انا بقول كده رايي انا. فالاعداد اللي جت بعد كده من كان من سنه 60 لغايه 67 كل اعداد جريده دي اسمها جريده مصر الله يسامحه كلهم بقى تشتم البطرك الحرامي بتاع ريفه، البطرك الحرامي بتاع ريفه على الباب البطرخانه. وبعدين اقول لكم حاجه اكثر كده، ان المجلات دي بتاع ريفه بقت بساخ وبعدين بقت بثلاث تعريفه وكانت قفلت. فيجي يا الراجل الصحفي مش هجيب اسمه والناس هتعرفه، يجيب ثلاث اربع اعداد يرميهم عندي في المكتب، دخل واحده لسيدنا وانا اقعد اقرا الباقي. وبقيه الكلام ده كده الساعه 6 بعد العشاء او في وسط العشاء يرميهم لي على المكتب. الساعه 9 بالليل يكون سيدنا فتح ثاني عشان يقابل بعض الناس. ها قريت الجورنال النهارده سيدنا، كان كل يوم من 60 لغايه 67 365 في كم سنه؟ في 7 سنين. موجود في نص، انا هحكي لكم بقى ايه المجلات كانت بتقول ايه. عجبك الكلام اللي في المجلات؟ اه كلام فارغ، كلام فارغ، انا بكتب كلام فارغ طبعا. تقول لي روح تعمل كذا، انا عملت كذا كذا، محروس الفراش بتاعك قال لي كده، تسمع فراش وانا بقى بيتقفل، تعال اسالني. كل ليه بهذه الطريقه؟ كل ليه بهذه الطريقه؟ كل هذه بهذه الطريقه؟ انا اقول لكم بقى ايه يعني على تعالي في النص كده. في بنتين شغالين في دار الكتب، بيشتغلين في الترميم. فاحنا عندنا في الدير هنا هو من 60 لغايه 67 حوالي كم عدد؟ كم سنه؟ 7 سنين مثلا. عندنا يمكن ايه من 65 لغايه 67. احنا عندنا في الدير هنا المجلات دي من 65، المجلات من 60 ل 65 ما عندناش منها، فهم عندهم في دار الكتب. قلت لهم يا جماعه ممكن يعني تكتبوا لي الشتايم، مش الشتايم هتبقى قد كده، كلام في سرك وروح شاتم، والمجله كلها كلام فارغ بقى، عظه على حد الزعف، حزه على كده. لكن الشتيمه بتبقى كده، كلام في السيرك، وتقول لك البطرك بيروح اسكندريه ليه في الصيف؟ مين بيقابله بره؟ ومين راح له عشان مين يعمل ايه يعني؟ يعمل ايه في اسكندريه في مقر هنا؟ كلمات تلميحات من اوحش ما تعمل. فالمهم بقى ايه؟ قلت للبنتين ايه؟ تكتبوا لي الشتايم دي عشان احتفظ بيها. ما كل مجله فيها حته. جابوا كراسه وقعدوا يكتبوا. وبقيه قطعوا عني بتاع شهر. فقلت لهم ايه يا بنات حصل ايه؟ قال ابويا مش فاضيين، بنروح بيتنا بنشتغل وبنطبخ وبنعمل. طب بقول لكم حاجه سهله، انت تجيب ريكوردر صغير تسجل لي الكلمتين دول بدل ما تكتبوا. ايه التسجيل؟ ما خدش نص دقيقه. بعد شهر تقريبا جايين البنات يعيطوا وعندهم اكتئاب وعندهم شيزوفرينيا وعندهم كل حاجه، وابو اعترافهم كان ابونا مخيل داوود بتاع العذراء دي الفرح. فهم راحوا هم قالوا روحنا لابونا داوود او مخيل داوود ما ريحناش، وقال لي بابا كريس كان بتشتم كتير. فالبيت بتقول طب هو بتشتم كتير، انت عملت ايه يا ابونا؟ ما انت من اولاد سيبنا ربنا يتصرف. طب انت عملت ايه؟ البيت بيته ماسكين فيه، انت عملت ايه يا ابونا؟ قول لهم ربنا يتصرف. انت عملت ايه يا ابونا؟ العيال جننوا ما قالهمش كلمه تريحوا. فقول لي انا ايه اللي حصل بقى؟ اقول لك ايه اللي حصل؟ ما بيكتبوا بيكتب وهو سرحان. ما جم سجلوا مين اللي بيشتم هنا؟ مش جريد ده هم اللي بيشتموا. فهمتني ان هو ما بيقولوه؟ فقال لهم اكتئاب. ما عايز اقول لك البنتين موجودين عايشين لغايه النهارده. قلت له على المعاشات طبعا، لكن
هتقول لك قالوا وقتها فعلا من إيراب من مش مش قريت يمكن 20-30 جورنال. جاي بعد سنة 67 كنا في السيام الكبير هنا في السيام الكبير نزلنا طبعا أنا أنزل وصلنا حوالي الساعة 6 يبقى الجورنال لازم يكون موجود على المكتب. في الجورنال ما جاش يا ابني. قلت له ما جاش هنا. شوف يا ابني ما جاش ليه؟ طلع الناس دول قصاد البطرخانة المطبعة أول. قال عبد الناصر قفل المجلة. عبد الناصر قفل المجلة قفلها ليه؟ قال كنت تشتم في البطرخ وبكره عبد الناصر بيحب البطرخ. رحت قلت لسيدنا ما قال قفلوها سيدنا. قال لي مين قفل؟ عبد الناصر. قال ايه ده؟ في 300 واحد ياكل عيش يا ابني. 300 واحد ياكل عيش. وقفل. انا قلت ايه ده احنا عايشين فينا؟ ايه ده هتجننوني؟ اللي هو قاله صح. جينا في الحوش في البطرخانة كلوبية تحت 300 واحد نصهم مسيحيين ونصهم مسلمين. احنا اولاد سيدنا. سيدنا قفل هو اللي شغلنا. احنا مالناش دعوة احنا اولاد سيدنا. المسلم المسيحي يقول كلهم كده. جاب لهم المصابين نزل معاهم خلاص يا اكتبوا اسماءكم الدهاني وخلاص الباب بيقول لك خلاص ما تخافوش هيشغلكم هيشغلكم. خد الورقه في 300 واحد اداها الاهرام والاخبار والجمهوريه احسن مجلات واحسن جرايد في الجمهور في البلد في البلد شغل 300 كلهم. طبعا بقى عن طريق برضه عبد الناصر كان يحب شغلهم كلهم بقت جرايد محترمه. بس عايز اقول شوف عبد الناصر يروح يقفل بقى كل عمال يتفرج. دي السما بقى دي السما اللي عملت كده بقى. طب على قوله عبد الناصر يا ابويا كنا نسمع انه في اول يعني رسامه قداسه البابا كيرلس كانت العلاقه شائكه وبعدين اتصلحت. عايز اقول لك يا ابونا بص برضه انا اقول الكلام ده سالته كتير. العلاقه لم تكن شائكه ولم تكن اي حاجه بيقولوها وعبد الناصر مش عارف عمل ايه وداخل لي بعصايه ايه كل ده كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ. واللي يثبت كده يا اولاد انا اقول لكم حاجه في يمكن في ميسات في اسد مريوت عايز بيحط الصور لبابا كيرلس في السنه الاولى سنه 60 صور بابا كيرلس مع عبد الناصر ابتسامه الجميله والاحضان الحلوه وسنه 65 الاحضان الحلوه وفتح في كدريه. طب دي بعد الشتيمه والعصايه مش عصايه الابتسامات الحلوه دي وفيهم جنب بعض بيتصوروا الكلام اللي بيتقال غير الصور اللي حصل. انا اقول لك اللي حصل ان هو يوم ما اترسم 59 ما حب يزور او ما تزورش خليك يعني خليك برستيج بتاعك والبطرك بتاعنا يعني يبقى عظيم بتاع ما رضيش حاضر ما اللي حواليه بيقولوا له كده. لغايه سنه 60 كان حصل انه في عيد اضحى او حاجه كده راح سجل اسمه في دفتر الزيارات فدفتر بيدخلوه عبد الناصر. عبد الناصر ايه ده؟ البطرك يجي لغتين يكتب اسمه في الدفتر بتاع مشيت البكري ما هو كان ساعتها له مكتب هنا ما اعرفش مكتبه كان في البكري دي متهيألي فهو لا الاسم قال ايه ده؟ البطرك يكتب هنا طب ليه ما تخليش؟ يعني اطلب البطرك لازم يقابلني هو اللي طلب يبقى دي حاجه شائكه يا ناس. فالزياره دي كان فيها مطارنا عواجيز كبار فيها امة المساوس ده اللي كان ده لغه الارض بتاع أيوة. الدقاليه وكان راجل فخور جدا جدا واخد يمكن كان معاه امبكروس باليانا حاجه كده برضه من الناس الوقوره. المهم بقى دخلوا الحديث كده بقى طبعا ما كنتش معاهم سنه 60 انا جيت اشتغلت 65 يبقى انا حضرت الجلسه الثانيه. بيقول والدي كيف ابوك لسه ساعتها بقى كان ايه ما يزور كنيسه تعمل له بقى رايات كفايه لنا شعارات بقى عايزين نبتدي نشتغل الوطن زي على فكره زي السيسي اليومين دول كده يعني عايزين نهض بالوطن وعايزين نشغل ولادنا ومن. فابوك رد علي قال له يا سياده الرئيس انا بربي ولادي تربيه حلوه عشان يطلعوا يبقوا مخلصين لوطنهم وللكنيسه ولاهاليهم. يعني مثلا تجيب مصنع فيه 3000 واحد ما عندهمش لا دين ولا رب هيخربوا لك المصنع. طب خليهم 300 واحد مؤدبين وكاسين هيخليك المصنع يقوم. قال له الكلام ده كويس جدا 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 وبرد ان شاء الله هنشتغل وبس وبعض وتنمش. فين بقى قله الادب وفين الشيب وفين العصايه ومش العصايه اللي بيطلعوها كل الناس بتقولها دي ايه دي؟ جابوها منين؟ وكانوا عايشين هم ساعتها وجابوها منين من جوه عبد الناصر؟ بيقول انت جايب داخل بعصايه الكلاب طب مين يسمعها عشان يقولها لهم؟ عيب 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 عيب. مقابله فضل بقى من سنه 60 لغايه 65 حصل بقى في كنيسه اتقفلت ازاي حدائق حلوان كنيسه البصريه في اسوان هدوها وشالوا كل الردم بتاعها عشان ما يقولوش ما كانش في كنيسه هنا. بتاعهم كانت مدميه بالطوب الاحمر او بالطوب الني خلوا دي جرن بتاع فقمح مش كنيسه. شالوا كل حاجه في تبني كنيسه ولا ما تبنيش. فالمهم بقى كريس بقى الكلام ده كانت 64 في ديسمبر 64
بعتنا بقى جوابات لوزير الداخليه ورئيس الجمهوريه، وبعتنا عن طريق امبسامويل بقى يكتب جوابات يبعتها ان حد يعبرنا. مفيش حد يعبرنا، مفيش حد يعبرنا، لغايه لما الكنيسه المصريه دي تعبوا جدا يثبتوا اي حاجه. ما قال دي جورن ولا المحافظ رايد ولا اي مدير ولا اي حد عايز يرد عليهم، واستحقار وقله ادب وكلها. فراح بقى كان رحنا اسكندريه ساعتها، كنت اشتغلت مع ابو كريس بقى، عملنا مجمع مقدس في اسكندريه مش في مصر، وعملنا مجمع مقدس وقرر المجمع ان يا سيدنا يا سيدنا بقى كفايه كده، لازم تقابل عبد الناصر. هم اللي ضغطوا عليه المجمع. عايز اقول لك ابو كريس يعني ما كانش يطلبوا ليه، انا عايز اقول لك انا عايز عندي رب، لكن ما ضغطوا عليه قال خلاص ما دام ضغطوا عليه يعني قدم له طلب. قدمنا الطلب عبد الناصر، جه الرد كان 9 مايو، 9 مايو لان عيد مرمورس كنا في اسكندريه، عيدنا عيد مرمورس ونزلنا على مصر 9 مايو، نزلنا عند مصر. فانا بيبقى اليوم ممكن نسمع الحديث بين الاثنين لكن ما نشوفهمش، يبقى في باب ازاز كبير كده ضخم جدا، يبقى الازاز ده يخش في الحيطان يتفتح وكده يتقفل، وبيجيبوا لنا قهوه بره وهم يجيبوا لنا قهوه جوه يجيبوا حاجه. فبقول شويه اعلم يا والدي ان انا لا اعلم عنكم اي شيء، امبارح عرفت المقابله هتتم وانت طالبني عشان ايه مش عارف، قلت اجيب الدوسيه بتاعه اشوف فيه ايه، لقيت الدوسيه مهبب، جواباتك كلها لم تصلني يا والدي، مفيش حاجه وصلتني، وزير الداخليه شلته امبارح، قلت له مش عايز اشوف وشك، وعيت لك واحد اسمه شعراوي جمعه هيكون يحط حسن ظنك. حسن ظني مين ابونا؟ الدوله ولا البطرك؟ وبعدين الكنيسه المصريه دي لا تتبني بالمسلح، حدائق الوالد لا تتفتح بمؤتمر شعبي. وبعدين عايز اقول لك عم تبني اي كنيسه يا اخي اللي انت عايزه، الناس لازم تعرف ربنا. ده مين بيقول الكلام ده؟ عبد الناصر اللي بيقول لك شائك ومش شائك. وبعدين عايز ارد لك الزياره يا اخي، خلاص سياده الرئيس تفضل، ده احنا يوم العمونه ويوم الفرح. قال اجي لك عند البط والوز بتاكلوا به، اما اللي انت عايزه سياده الرئيس. لا لا عندك ارض فاضيه في العباسيه، مين بيقول الكلام ده كله؟ مش البطل. عندك ارض فاضيه بعد عليها ورايح بكبر الام كل يوم بعد على الارض الفاضيه، ابني فيها كدريه. قال له العين بصيره والايد قصيره يا سياده الرئيس، بصيرتي انا هديك 100,000 جنيه. اشتغل وانا اسعد. وبعد كده ابتدت تتبني سنه 67 في اسد مريوت او في سي تي في. سي تي في بتاعت صاروخ غسيل واسد مريوت. جايبين هدى عبد الناصر بتتكلم عن ابوها. ايوه. شفتوها دي؟ حاولوا تشوفوها حلوه قوي 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 قوي. قاعده كده بقى بتقول. فعبد الناصر جايب صوته. عبد الناصر بيقول بابا كرولز ده راجل حلو ومواقفه كلها كويسه جدا مع الدوله، ادينا له 100,000 جنيه بس شايف الشغل متعطل، نديله 50,000 جنيه تاني. ما ايه رايكم؟ لا لا نديله نديله. كويس ابونا جايب صوته وهي اللي بتحكيها بنته هدى عبد الناصر. عايز اقول لك بديله 50. بعد سمعت انا بقى يوم الافتتاح يعني سمعتها بعدين يوم الافتتاح نفسه كان ايوبكو اللي هي سبيكو، سبيكو كان دلوقتي اسمها ايوب، اولاده اسمهم ايوبكو اللي هي سبيكو. قال الشغله وقف شويه، قال ايه واقف ليه؟ قال عايزين فلوس. قال الشركه ما تاخدوش منها مليون هدفع لكم، ودفع للشركه بقى. يبقى اديله 100,000 واداله 50,000 ودفع الباقي للشركه. وبعد كده بني كنايس وبعدين جه افتتح. يوم افتتح الكادريه سنه 68 انا قايلها برضه في شرايطي برضه، نازل على السلم عشان طالعين او نازلين على السلم عشان يشدوا اللوحه دي بعد ما عمل الخطاب بتاعه سوري بابا اغناطيو الشعوب قال والكاثوليك قال والهنود قالوا واثيوبيا قالت ده في الافتتاح هيطلع بقى يشد الستاره فتعجز على ايد باكروس عمل له كده. سلامتك يا سياده الرئيس. رجلي وجعاني شويه. طب اجلتش؟ لا لا انا كده مبسوط قوي ده كده انا فرحان جدا. خلص الموقف ومشي. بعد كده رمز ستين كان هو الواسطه بينه وبينه، قال ده عبد الناصر حرارته 39 وعنده جلطه في رجله. وصممنا نقول له يا سياده الرئيس ما تروحش. قال لا انا اديت معاد لازم اروح، الراجل ده محترم لازم لازم اروح. انا طب سياده الرئيس قال لي اجل، قال مش اجل. يبقى ساعه ما افتتح كده كان حرارته 39 وعنده جلطه في رجله. تاني يوم بقى سمعت انه سافر روسيا حته اسمها تسكالتوب، كويس الواحد حافظ الاسماء دي. فبابا كرولس طلب يكلمه في التليفون، كلمنا وانا جبته. كان التليفون ساعتها كان يجي عن طريق الاذاعه والتلفزيون، ما فيش تليفونات كانت تكلم الاذاعه والاذاعه تكلم لك تجيب لك المكالمه عن طريق السفاره هناك. كان طبعا التعقيدات دي كلها من دلوقتي عن محمود.
سيادتك ألف سلامة سيادة الرئيس. أنت إزيك يا والدي؟ ألف سلامة سيادة الرئيس. إزيك يا والدي؟ طب ليه ما جيتش؟ يا ريتك كنت جيت معايا. ده علاج هنا محترم وعلاج طبيعي وعندهم آلات. أنت ألف سلامة سيادة الرئيس. بعد يومين ثلاثة جه. فجه بعد كده إيه؟ بكرة لسه عايز يقابله في المطار. طبعا عايز اقول لك ام باسناسيوس ام باسامويل هم دول مخلصين باب كرولز. لا ما تروحش يا سيدي، انت دي سبقه خطيره. لا مش هروح خلاص، ربنا فكرني وشدني. هم نزلوا من هنا وهو ايه؟ ولا هات العربيه. تروح جاب العربيه ورحنا، ركبنا العربيه ورحنا المطار. جه بقى صلاح الشهادي، كان انسان محترم محترم محترم، وكان يحب باب كرولز حب ما شفتوش مع اولادنا حتى. صلاح الشهادي كان كبير امناء. سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، فضيلة الشيخ بتاع الأزهر ما جاش، ما اقدرش اوقفك عند الطيارة، لو كان جاي كنت وقفتك انتوا الاثنين عند الطيارة. فقالوا يا اخي وقفنا في اي حتة يا سيادة. طيب بس هتقف بعد يمكن بعد الوزراء ومندوب شيخ الأزهر، يبقى احنا بعد الوزراء وبعد مندوب شيخ، بعدين احنا طابور كبير لأعضاء مجلس الشعب وبعد كبار الدولة كده، يبقى احنا واقفين فين؟ بعد الوزراء وبعد المندوب شيخ الأزهر. نزل عبد الناصر من المطار ومراته وراه، يسلم على الواحد يمركب. شكرا الحمد لله والسلام على الله، شكرا الحمد لله والسلام على الله، شكرا. كل واحد يقول له كده، من واقف عمال ابص، من واقف ورا باب كروس كده، انا ويوسف جيرس السكرتير. ويجي لغايه باب كروس، ايه ده والدي والدي، ايه اللي جابك هنا؟ ازاي وتقف هنا ازاي؟ ما جيتش انا كده مبسوطين يا سياده الرئيس، الحمد لله بالسلامه، كتر خير، الف سلامه. ايوه الواد ما كان يجيبوا لك كرسي، لا انا كده مبسوط. ايه اللي حصل ده؟ طبعا عايز اقول لكم حاجه، بعد ما الرئيس سلم على كذا وزير، كل اللي بيصور قفل التصوير ومشي او خلاص. في اللحظه دي كل اللي بتوع مصورين كسر واعمل ودي، كل حاجه ياخد صوره. وبعد كده عايز اقول لك شوف اللي جاي بعد كده بقى. سلمنا عليه، وبعد كده مراته بقى سلمت على سيدنا، ازيك يا والدي وبتاع، سلمنا عليها. وبعدين بقى كريس بيقول لي هو فاضي كتير على الطابور. قلت له الطابور بتاع 40 واحد. قال لي 40 واحد مين هيستناهم 40 دول؟ فين العربيه؟ العربيه قدام عند البنزينه. البنزين ساعتها كان في ارض المطار، في وش الحته اللي واقفين فيها. قلت له، قال لي كمان العربيه قدام مش ورا، هو فاكر يطلع كده؟ قلت له قدام. قال تعالى، راح ماشي. شوف بقى ماشي قدام كل ده ولسه عبد الناصر بيسلم، فضل ماشي طوالي كده، عمودي على كل الطابور، وانا وراه عبد يوسف العجوز على 90 سنه يجر في رجله ماشيين. طب العربيه بقى ايه؟ تستنى ما نروح لها؟ لا تيجي لغايه عندنا. سواق قاعد فيها، راح جاي 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 قدام الطابور ده كنا بونا ونركب العربيه. طبعا انا بترعش، قلت ايه اللي بيحصل ده؟ بس هو مش معبر. فضلنا احنا بقى طلعنا من المطار، وعربيه نجده تفضل زمر طول السكه لغايه جابتنا لغايه كولومبيه. مين قال لها تعالي؟ ومين الارشاد قال بالامر روح يمشي قدام البطل؟ ده روح وعمل حاجه على فكره، يا هو يا وزير الداخليه عمل له كده عشان تمشي عربيه تزمر طول السكه لغايه ما وصلنا كولومبيه. طب ابويا على ذكر أباء المطارنا اللي كانوا حوالين قداسة البابا كيرلس، رسامات البابا كيرلس اللي قدسك حضرتها، اختياراته تذكر منها إيه؟ يعني مين اختاره أو مين كان ليك علاقة بيه وقدسك قريبة؟ لا صدقني هو الاختيارات كلها يعني بصراحة كانت ناس محترمة جدا جدا جدا، وصحيح هم ما قبلوش هذا الاختيار وهذا الاحترام بالواجب، لكن ساعات كان ساعات برضه بيضايقوه وزعلوه، وساعات كانوا يتريقوا عليه. يعني برضه انا كنت بشوف كل ده بصراحه، ما كنتش بوصله، لكن هقول لك ليه ما كنتش بوصله، هقول لكم بعدين. لكن انا هقول قصه عجيبه جدا في اختيار واحد اسقف. انا بقول كلكم كانوا سيئين، انا اقول كل الاختيار بابا كروس كان كلهم محترمين مؤدبين كنسيين، وتعبوا، في ناس تعبت جدا. زي امبس ناس ده كان ما يسيبش بيت في اوبرشيتهم، اوبرشيتهم خمس مطارنا بعديه. الناس اللي عايشين دلوقتي يقول لك احنا ولاد امبا اسناسيوس، وامبا صمويل ابونا ده خدم كل الطائفه، مين ما عنده مشكله ما يروحوش المصير اللي مخلصها له. يعني عايز اقول لك لا اختياراته كانت. المهم بقى ايه، عايز احول لك حاجه حلوه، نجيب اسم برضه ما يهمش، نجيب اسم اما دانيال بتاع السودان. هو لما مات امبا يونس نفسه دخل جاب امبا دانيال بتاع السودان، كان اسمه ابونا دميان الانطوني، وجاي مسك يصلي معانا كل يوم. وفي واحد تاني كان سيدنا بيحبه، من برضه يعني ممكن نقوله ممكن ما نقولش يعني هتعرفوه، كان ايه برضه في البطرخانه معانا اكتر من 40 يوم بيصلوا مع سيدنا كل يوم قداس وعشيه.
وبعدين السودان مقسومه نصين لخرطوم، نص مع كبار البلد ونص مع الشباب. فبقى كل ساعة لو جبت مع الشباب وكبار البلد سحبوا فلوسهم البلد خربت، لو جيت مع الكبار يبقى الشباب هيزعلوا. فانا كنت شاعر بالحته دي، وكنت يعني سمعت الطشاش بهذا الكلام بس ما تقولش صريحه، لو سمعت الطشاش ان سيدنا محتار يعمل ايه. المهم بقى شوف بقى دانيال ده بقى ايه يعني بتاعت ربنا بقى، بس انسان وقور وقور، واحتضن الكل بشكل فوق ما تتصور. احتضن الشباب وشاف يطير بيه، احتضن الكبار المدينه بتاع الخرطوم الله يرحمه. فجيب بقى عمل عشيه مع بابا كرولس في اليوم ده، فبابا كرولس قال وشيت قال فلنشكر ويدي وشيت الراقدين لمين؟ لاي واحد، عشان بقى كده في وشيت الانجيل وبعد كده في الاواشي بيوزع الاسس الموجوده، فاداله هو اما دانيال ده اداله وشيت الراقدين. فبابا كرولس قعد على الكرسي كده وهو هيقول وشيت الراقدين، انا بقى قاعد كده المعلم فهيم قعد كده، انا في القبلي وهو في البحر، المعلم فهيم والشمامسه كده وانا مع الشمامسه كده. فبابا كرولس ما يشوفنيش لان انا واقف كده مش واقف قصاده كده. فبيقول لي بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بتلفوا لفات كده مش فاهمها، احنا بنطلع من النص ونخش. قلت له شو، انا كان عندي ساعتها كان سنه 25 سنه بس كل ملاحظاتي على بابا كرولوس عيني عليه. قلت له بص بقول لك ايه؟ خد البخور بابا كرولوس يباركوا لك وتلف لي الثلاث مذابح. عشان ايه؟ انت بتبخر في النص لو ده ما خدش، لف لي الثلاث مذابح وتعالى لي. راح لف الثلاث مذابح وجي على الباب، بتعملوا ايه؟ قلت له بكر الانجيل وخش بقى اديله الثلاث ايادي بتوعه. قال بتعمل ايه؟ قلت له امشي كده طوالي ولف لف لف وتعالى ورا خالص، بتلف حول نفسك مش عارف بتقول ايه، وخش من النص خد بخور. واخد بخور ولف وتعالى لي. قلت له بقى اعمل الناحيه الثانيه زيها بالظبط، اعمل كده وبرده لف لفات اللي ورا خالص دي وخد خد البخور. قال لي حاضر. هو خلص ده كله، بابا كرولس كان قاعد جوه راح طالع لي وانا واقف كده. الراجل ده تمام، ده طقسي تمام، انا بكره اسيبه اسقف. قلت ايه ده؟ انا مال انا؟ طب عايز اقول حاجه، هو رسم اسقف عشان ايه بقى؟ قولوا لي كده، حد يقول كل واحد يقول تعالي يا ابونا، هي رسم اسقف ليه؟ اكيد عارف حاجه. لا لا لا، امال ايه؟ التواضع. في واحد وكيل مترانيه ابونا اكبر مني ب 20 30 سنه، ايوه يسالني بتلفوا ازايه؟ مين يعمل كده؟ ده النهارده قسيس بيبقى مستلم ومني واجي اصلح له بيزعق لي. انت حركتني ما حركتنيش، هو ده يجي بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ ويسمع كلامي زي العيال الصغير. تواضع. تواضع يرفع الناس، تواضع يرفع شو تواضع. انا بقول لك اختاروا بالتواضع. وهو كان يستاهل 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 يستاهل. ورسم اسقف ثاني يوم. بركات بقى فادي عايز اقول لك، لكن كل اللي رسموا بكروس كانوا محترمين ومؤدبين وكنسيين.